لم يسدد هنا الحارس في مكانه. عناصر اولمبي شلف دخلت، عناصر اولمبي شلف دخلت، والحكم خرج على ما اعتقد، او الحارس خرج من المنطقه من يعني رجليه، لم يلامس بعد اعاده التنفيذ. بالخير بالخير، على بانينكا، على بنزيما، ماذا تفعل يا بالخير؟ الليغا الاسبانيه ثم عاد واصر في تشامبيونز ليج بطريقه بانينكا، وقعت الهدف الاول. شاهد 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 شاهد، ما اروع هذا الهدف، وما اجمل هذا الهدف، وما اروع هذا التنفيذ. فكرنا في اللاعبين الكبار من وراء الكره الثابته هذه، يرفعها باتجاه من؟ باتجاه نسويبا. خطفها وضعها في الشباك اللاعب السابق لشباب الوجرين هوت. ما اجمل الهدف، ما اروع الهدف، وضعها له بالمليمتر في راسه بين مدافعين اللذين يتحملان المسؤوليه. السويبع يمارس الهوايه المفضله له وهي التسجيل بهدف اول لمصلحه جمعيه اولمبي شلف في حدود هذه الدقيقة الثانية والعشرين. مدافع مداح عبد الله، تعود الكرة لمصلحة الشباب. التمريرات القصيرة هذه مع اسلام بكير، يلعب مع بالخيطر مختار. بالخيطر يحاول الاقتراب أكثر من منطقة العمليات مع بالخير. جميلة جميلة جميلة، رائعة رائعة. ما أروع هذا الهدف لمصلحة الشباب. شباب بالوزداد يفك الشفرة الدفاعية للمرة. ولا أجمل ولا أروع، تدرس هذه الطريقة بالخيطر، منح كرة الهدف، وبلخ ولا يضيع في مثل هكذا فرص. وضعها له، قال له حولها في الشباك فقط، سجلها يا بولخ. باب الوزداد داخل المنطقة، هذا حسين سلمي، هيا يا راي 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 راي. ما أروع بولخ، الثالث لشباب بالوزداد، وسجل الثاني له في المباراة، وهيئ له بطريقة وبهدوء. هدف ثالث لشباب الوزداد الذي قلنا بأنه يبحث عن الثالث الذي يريحه أكثر ويجعله يطمئن.